مساء الفل، يا مساء الجمال، يا مساء الاعياد. كل سنه وكلنا طيبين حبايبي الغاليين، يا رب تكونوا جميعا بخير، يا رب دايما كل ايامكم فرح وسعاده واعياد. خلصنا على الكبده والفشه وحاجات كتير، احنا قلنا هناخد كل حاجه وكل قطعيه في اللحمه، مش هنسيب لها وصفه. خلصنا على الفته والكتف كمان، نيجي بقى لاحلى مرحله، الشوي. طب هو مين ما بيحبش يشوي حتة لحم كده ويتمزز بيها؟ النهاردة حلقة كاملة عن كل قطعية ينفع تتشوي معاكي، هتتبسطي بيها جدا وتفرحي بيها كل أهل بيتك. كل ده بعد الفاصل، استنوني. أجواء جميلة بنعيشها، يا رب يعود علينا كلنا الأيام بخير. بصوا بقى، هتلاقوا في كل عيلة حلوة كده حد مسؤول عن الشوي، يحب كده الحاجة تتجهز له ويقعد قعدة الشوي وقعدة الشواية ومعاه كوباية الشاي، وبيبقى دي أحلى حاجة بالنسبة له، قعدة مزاج، وبيبقى بيتلذذ جدا وهو قاعد بيشوي. هتلاقوا في كل مجموعة صحاب في حد متخصص للشوي، لأن فعلا فعلا الشوي ده مزاج. وأقول لكم إيه؟ حرفانة كمان، مش اي حد على فكرة يشوي، مش اي حد يفهم امتى يحمي الفحم وامتى يهديه، وامتى قطعية اللحمة دي تاخد الفحم ده لازم يبقى سخن جدا ولا هادي. حقيقي حقيقي يعني هتلاقوا كده اي حد بيشوي مزاجه عالي، سواء بيشوي لحمة او فراخ او كفتة حيتي. طبعا يعني زي ما اتفقنا ان احنا هناخد كل حتة في اللحمة ونعمل عليها ايه؟ ونعمل عليها وصفة خطيرة. اول وصفة معانا بقى اللي لا غبار، مفيش حد ما بيحبهاش، مفيش حد ما بيعملش ساندويتش الصاروخ اول ما تخرج من الفرن يحط عليها سلطة الحيتي. هي ايه؟ طبعا كفتة الحيتي. النهاردة هنعملها زي ما اتفقنا بالبوش مش بالدوش، خلوا بالكم هنعملها النهاردة بالبوش مش بالدوش. خلاص انا على طول بحط لها دوش، بس زي ما اتكلمنا وقلنا احنا السنة دي هنجرب ان احنا نعملها بالبوش ونشوف ايه الاخبار. يلا بينا. هحتاج ايه بقى علشان اعمل احلى كفتة حياتي مشوية يعني الريحة مفحفحة وكلابوش متقعش منك، ووصفة هايلة وناجحة وتحفة وما تفرقش حاجة ابدا عن كفتة ايه؟ الحاتي بتاعة الراجل الحاتي. هنحتاج ايه؟ بص بقى، هنحتاج كيلو لحمة مفرومة عليها 350 جرام بوش، ماشي؟ تاني، كيلو لحمة مفروم، وطبعا قلنا هتكون اللحمة مفرومة من البقرة او العجل يعني، مش من الخروف. خلاص هنحط عليها 350 بوش، تمام؟ مش دوش، احنا السنة دي قلنا هنعملها بطريقة مختلفة، تمام. هنحط عليها ايه بقى؟ بصلاية مفرومة ناعمة جدا، 3 معالق كبيرة نشا، ملح وفلفل اسود، جوزة الطيب، بياض، بيضة، وشعرية صغيرة، نص معلقة صغيرة او اقل كمان، ربع معلقة صغيرة كده بيكنج صودا. وكمان هحط ايه؟ طبعا بقدونس الخطير. تاني، كفتة الحاتي، بحط لها كمان ايه؟ هقولها من اول وجديد. تاني هعمل ايه؟ كيلو لحم مفروم، اتفقنا؟ هنحط عليه ايه؟ 350 بوش، 350 ايه؟ لحم الدهن البوش. طيب هحتاج عليه واحدة بصلة مفرومة، 3 معالق كبيرة نشا لضمان العملية انها تبقى ناجحة جدا، وكمان هحط عليها ملح وفلفل اسود، رشة جوز الطيب، ما بحطش بهارات اكتر من كده، بياض بيضة بيخليها كده مش عايزة اقول لكم بتلمع وبتمسك نفسها اول ما بتتحط في الفرن. كمان هحتاج ايه؟ يعني ربع معلقة بيكنج صودا، وفصوص ثوم مفرومين ناعمين جدا، وطبعا مية البصل عشان اصبع بيها هي والطماطم المبشورة، وشوية زيت، وكمان معلقة عسل اسود بس لون كده.
خلاص. وطبعا عصيان الشيش طاووق او تكون منقوعه، او لو عندي سياخ هيبقى خطيره. ولو ما عنديش ده ولا ده وعندي حاجة أصب عليها وأشيل منها وأحط كمان في الصينية أو أحط في الطاسة اللي أنا هسوي فيها، برضه هتبقى خطيرة. طب يا فيفا أنت هتعمل لنا النهاردة الكفتة الحتي دي على الشواية؟ يا خسارة، ما عنديش شواية. لا طبعا، أنا هعملها مشوية بس بطريقة مختلفة وناجحة جدا، ومش في الطاسة، مش في الصينية على طول، لا بطريقة ناجحة ومشوية. مشوية أنا ما بقول مشوية، فعلا مشوية، مش هتبقى في الفرن كده وخلاص يعني، لا، وهتعجبكم جدا وهتبقى ناجحة معاكم قوي. وكلبوش طبعا، يعني حفظتوا إن الكفتة معانا كلبوش. طب يلا بينا نشتغل. طيب انا هنا قلت لكم انا كل سنه بعملها بايه، 750 لحم بقري، وبحط عليها لحم ضاني، وبحط عليها دوش، تمام. لا السنه دي انا عاملها بطريقه مختلفه، هي كيلو لحمه مفروم عليها 350 دهن البوش. اتفقنا؟ اتفقنا. تعالوا بقى نلبس جوانتياتنا ونشوف ايه هنعمل ايه وازاي تبقى معايا ناجحه جدا وما تفكش، وايه تركاتها البسيطه. تركاتها بسيطه يا جماعه، بس هي دي في الاخر اللي بتخليها ناجحه معايا قوي. طيب هعمل ايه اهو، هلبس جوانتياتي بس. طبعا في ناس بتحط عليها برغل، بتبقى حلوة جدا على فكرة، ما عنديش اي اعتراض عليها، بس احنا النهاردة هنعملها بصوا زي بتاعة الحتي بالظبط، ومتجربة بقالها يعني الحمد لله بقالي سنين بعملها. السنة دي يعني قلت اجرب الطريقة التانية المختلفة، خلاص اللي احنا عرفناها مع بعض اهو. احط اللحمة المفرومة عندي اللي هي زي ما اتفقنا بتبقى مفرومة مرتين مش اكتر من كده، هي ومين، هي والبوش، خلاص هي والبوش. بصوا مجرد ما بعمل فيها كده هلاقيها هي، ايه ده ايه ده ايه ده، ايه الحلاوه دي، ده هي بتمسك في نفسها اصلا، شايفين، وانا لسه ما حطيت لهاش حاجه، امال لما احط لها الباقي. اهي نسبه الدهن طبعا متناسقه جدا ومتناسبه جدا معاها، لا هي حمرا ولا هي بيضه اوفر اهي. وزي ما قلت لكم بنفرمها مرتين مش اكتر من كده، انا بحبها كده، مش بحبها معجونه قوي، هي مرتين بس خلاص. طيب هعمل ايه بقى، ناخد البصل بتاعي اهو، واتاكد اني بعصر منه الميه كويس قوي، شايفين اهي بعصر منه الميه كويس قوي اهو خلاص. وبعدين اروح هطهن. الله على الريحة اهي، يبقى بحط له بوش من الخروف، تمام، وبحط له بحط للحمة ايه بوش من الخروف، مش ليا اللي هي بتسلي بسرعة جدا يا جماعة، ما بتبقاش احسن حاجة خالص، تمام. وهحط بقى ايه رشة جوزة الطيب، احط رشة ايه البيكنج صودا الخفيفة جدا، اوعوا تكتروا هتمعدن معاكوا، يعني هتمعدن هنلاقي فيه طعم لاذع معايا، تمام، هلاقي طعم لاذع. احط النشا، خافوش الحاجات دي كلها الطعم ما بيبانش اصلا. واحط ايه بقى بياض البيضة، واتكلمنا وقلنا بياض البيضة ده ليه، تمام. واحط بقى ايه الملح والفلفل الاسود اهو، ملح وطبعا الفلفل الاسود، يبقى انا حطيت ملح فلفل اسود جوزة الطيب، بصلايه عصرتها، بصلايه مبشوره ناعمه جدا عصرتها كويس جدا، خليت العصير بتاعها علشان هصبع بيه الكفته مهم جدا خلاص، وشويه ملح وفلفل اسود وخلاص على كده، وبياض البيضه، وطبعا فصين ثوم ثلاثه، واساسي اساسي الخلطه بتاعتي اللي بجيبها من عند الجزار، كيلو لحمه عليه 350 بوش من الخروف، من الايه الخروف، لكن اللحمه تكون من العجل كندوز يعني خلاص. يلا بقى بينا نعجن. ايه ده فيفا انت هتعجني وليه؟ ايوه عايزه اقول لكم اساسي معايا علشان تبقى ناجحه معايا جدا ان انا اعجن فيها مده كفايه لحد ما الاقي في خيوط اتبنت، الخيوط دي هي اللي بتخليها ماسكه، عشان كده بقول لكم فيها تركات بس بسيطه. يلا اهي طبعا النشا علشان اتاكد اني خلاص
ما فيهاش عامل ربط طبعا، واتاكد ان لو فيها نقطه ميه زياده فالنشا ايه بيشربها. تقدروا ما تحطوش خالص النشا يا جماعه، بس انا ببقى بحب كده ابقى مطمنه، يعني النشا مش هيأثر في طعمها خالص ولا قوامها ولا اي حاجه، بس هيخليها معايا ناجحه جدا، ما فيش نسبه فشل خالص اهي. وبعدين بقى انت النهارده عندك الحبايب كلهم متجمعين، ما انت اكيد مش هتشوي حتتين ثلاثه، ده انت اكيد بتبقي عامله كميه وحبايبك كلهم بيبقوا متجمعين، فلازم تبقي واثقه ان انت هتعملي الحمد لله طبعا، يعني قبل طبعا قبل اي حاجه بنسمي وبنصلي وبنقول يا رب بارك في اللي موجود وايه، وما تكسفنيش قدام معزوميننا وحبايبنا، ده لازم يعني. وبعدين تروحي ايه شغله على طول اهو، بعجن فيها كويس قوي لحد ما الاقي الخيوط بتاعتي اتبنت. طبعا بحب احط فيها بقدونس، او ممكن انتوا تعملوا ايه تحطوا البقدونس فرشه، بس ده يعني بقدونس فيها ما يغنيش عن الفرش يعني، بس براحتكم يعني. الله ريحتها حلوه جدا، بصوا بقت عندي عامله ازاي، شايفين بقى في خيوط اتبنت اهي رفيعه جدا اهي، شايفينها معايا لما بعمل كده، يا رب بس تكون باينه في خيوط كده، هلاقيها هي خيوط الدهون اللي فيها اهي. تمام اهي، اروح بقى جايبه ايه عصيان الشيش بتاعتي اللي انا عامله فيها ايه اللي انا، بصوا هنا في ميه بصل، خلاص هجيبها كده اهي واحطها هنا معايا مية البصل، واحط ايه الطماطم خلاص، واحط برضو رشة جوزة الطيب تمام، وهحط برضو ملح وفلفل اسود، دي هعمل بيها ايه، دي اللي هصبع بيها، مش احنا بنلاقي كده الراجل ماسك الكفتة وايده مبلولة حاجة، هي دي. وخدوا مني بقى دي، حطوا بس نقطة عسل اسود، شايفين انا حطيت الكميه قد ايه اهي، وقلب كويس ده تمام اهو. تعالوا نحط هنا رشه بقدونس برضو، تعالوا نشيل كل الحاجات دي عشان نشتغل على ايه رواق، نشتغل على رواق اهو. واعمل كل ده برضو تاني لما حطيت رشة البقدونس، شايفين انا بعجن فيها ازاي، ايوه هي بتتعامل كده، هي بتتعامل كده بس خلاص كده شكرا. بصي بقى هجيب صينية عاملة ازاي، عاملة كده، وهجيب عصيان شيش طاووق يكونوا بيرتاحوا كده على الصينية معايا، بصوا المنظر ده، بجيب صينية وعصيان الشيش طاووق يكونوا بيرتاحوا بالشكل ده معايا خلاص. هروح عاملة ايه بقى، هروح عاملة ايدي كده، طبعا لازم ابل عصيان الشيش طاووق يا جماعة علشان ما تنشفش معايا في الفرن، واروح عاملة كده، واروح واخدة بقى حتة الكفتة بتاعتي قبل ما اخدها ابل ايدي اهو، واخداها بصوا بقى لازم اعمل كده، اكمل فيها ايه عجن شويه كده بايدي حته حته بقى، وبعدين اروح على السيخ بتاعي اهو وامسك فيه، افضل اصبع فيها كده، بصوا لازم اقفل من الناحيه دي واقفل من الناحيه دي، بصوا اهي واقفل كده، بصوا عامله ازاي، وعقلها بقى زي ما ايه بنجيبها من عند الحاتي اهي، ونعقلها بصوا، مش بنقولها عقلي لا، نعقلها يعني ايه نديها الشكل ايه العقل ده، بصوا ماسكه ازاي من هنا ومن هنا، شايفين اهي اهي، وهي نيه نيه ما بتسقطش، امال بقى لما تستوي حلاوتها تبقى عامله ازاي، واريحها كده بصوا، راقبوها كده وانا بعمل التانيه، مش هتلاقوها بتفك لحظه، ايدي هنا يا جماعه واخد اعمل كده اهي،
شايفين؟ بس مع برضو ما بلش ايدي بل جامد اهي، محتاجة بلة، يلا نديها بل اهو. عايز اقول لكم بتديها طراوة رهيبة. تعالي لازم اعجنها شوية تاني اهي، بتديها طراوة جامدة جدا البلة دي اهي. بقفلها من هنا اهي ومن هنا اهي. بس كده واهي، بصوا اهم حاجة لما تقفل من هنا وابدأ اعقلها بقى اهي واربط فيها. والعجن يا جماعة ليه عامل كبير قوي اهو، شايفين اهي. خلاص هبدأ بقى اكمل بقية الكمية بتاعتي، ترجعوا لي بعد الفاصل هستنيكم. بصوا انا مرضتش ادخل الكفته الفرن غير لما ترجعوا عشان تشوفوا. بصوا وهي محطوطه في قلب الصينيه وهي لسه ما دخلتش الفرن، تمام؟ بصوا ماسكه ازاي في قلب السيخ، ومرضتش ادخلها غير لما تشوفوا المنظر ده. بصوا اهي، بقفل من تحت ومن فوق وببدا ايه اعضل. طيب اللمعه دي جايه منين يا فيفا؟ اللمعه دي يا جماعه جايه من البصل، ميه البصل والطماطم والعسل الاسود ورشه طبعا الزيت، تمام؟ مهمه جدا نقطه الزيت اللي بنحطها في قلب الخليط اللي احنا عاملينه، حلوه قوي. معلقه العسل الاسود، الطماطم والبصل وجوز الطيب وملح وفلفل اسود. بصوا عامله ازاي، شايفين معضله ازاي؟ بصوا ولسه ما دخلتش كلابوش ازاي، يعني هتعجبكم قوي. النشا عليه عامل كبير يا جماعه، انا بطمن بصراحه وانا حاطاه، يعني انا بطمن جدا، بشوف ان وصفتي ان شاء الله تبقى ناجحه. هعمل ايه بقى يا جماعه؟ بصوا مترصصه ازاي، شوي بشويها مش في الصينيه اهي، خلاص مش مسنوده على حاجه اهو، الصينيه فاضيه جوه خلاص. طيب الفرن بقى التسويه عليها عامل مهم جدا اكتر من التنفيذ. ليه؟ انا لو دخلتها فرن هادي عارفين هتعمل ايه؟ هو عايزكيش انها تثبت على حالها، هتلاقيها بتتفكك منك. لازم الفرن يكون سخن عندي مسبقا وادخلها، مش هلاقيها بصوا 10 دقايق ربع ساعه بالكتير قوي وتكون جاهزه معانا. تعالوا نشوف اهي على الرف اهو، وهدخلها شايفين اهي خلاص، وفرن سخن زي ما اتفقنا. مرسي تسلموا. تعالوا بقى نشوف الاول هعمل رز الحاتي قبل ما اكمل بقيه وصفاتي. ليه؟ علشان لما يخلصوا كده يكون الرز عندي جاهز. تعالوا بقى نقول مقادير الرز الحاتي الحلو جدا، الرز الاصفر يعني بحب اعمله قوي جنب الاكلات دي. عباره عن ايه؟ عباره عن طبعا يفضل ان هو يكون رز بسمتي اصفر، كمان مش هياخد مني توابل كتير، بحبه قوي. وكمان ملح وفلفل اسود، كاري، مكعب مرقه، كركم، لومي، وعود قرفه، وحبهين مطحون. يا فيفا هو لازم لومي بلاش، عارفه لو حطيتي شويه كاري وكركم والله هيطلع معاكي عظمه على عظمه، يعني هيطلع معاكي حلو جدا. وشويه ملح وفلفل اسود. طيب احط شويه زيت حلوين اهو، والحبهين كمان يا جماعه بحبه جدا في الوصفه دي. واحط ايه؟ مكعب سوري، احط العود القرفه واحط كمان اللومي. عايز اقول لكم بيبقى تحفه. كام عود كمان لوري، شويه حبهان، بيدي طعم خطير. مش احنا بناكل الرز الاصفر ده في اماكن كتير معروف ان هي بتقدم مشويات ونلاقي فيه الطعم ده جاي منين؟ من الحبهان المطحون، صدقوني اهو. وننزل بقى بالكاري بتاعنا اساسي، والكركم، كل ده في الزيت او في السمنه، انا بحب اعمله في الزيت يطلع مفلفل وخطير. رشه فلفل اسود بتاعتي والملح. قلبي لي بقى يا ست الكل الرز كله هنا في الحلويات دي. يلا الرز طبعا مغسول اهو،
خلاص بس كده، واقلب بقى التقليبه الحلوه دي للتوابل، الاقي الرز لون معايا. وطبعا تقليبه الرز يا جماعه في قلب الزيت او السمنه بتاخد طبعا شوت من تسويته وبتخليه مفلفل، ده انا قلته لكم قبل كده، لان احنا بنحصر النشا فما بينفش معانا قوي ويعجن او ياخد ميه كتير، بيبقى سواه مظبوط جدا بالحركه دي. جربوا الرز معاكم هياخد ميته الطبيعيه وهيبقى خطير. مكعب مرقه بحبه جدا برده بيدي طعم معايا. خلاص ممكن احط كمان شويه كاري علشان اللون والطعم، وشويه كركم علشان برده اللون، واهو اللومي وعود القرفه والحبهان وال قولوا معايا رشه الكاري والكركم، هي دي اساس الطعم. يلا ميه بقى سخنه بس كده، شكرا. اهي تمام كده، عندي الرز بتاعي اصبح ان هو جاهز ليا. هغطيه بقى واسيبه يستوي، ما بوطيش عليه غير لما احس ان الميه بدات تتشرب خالص، ابدا ايه ابدا اوطي النار عليه. تمام يلا بينا بقى نعمل وصفة اللي فيفا انت عمالة تقولي فحم بقى ولا هنشوي حالا جايلكو. يلا نعمل بقى وصفة ايه؟ الشيش. معلش بقى شيف سعيد هنتعبك. الشيش بصوا بقى، زي ما اتفقنا ان وصفة الشيش دي هي بناخدها من الخروف، هي دي احسن حتة للشوي، بناخدها من الخروف خلاص، وبنقطعها مكعبات زي ما انتوا شايفين كده اهي، وبنسيب فيها حته دهن علشان ايه اللحمه لما تنز الطبخه ايه تلز. صح، فنسيب فيها ايه حته دهون كده علشان هي دي اللي بتدي لها الطعم. طيب تعال نقول المقادير، يلا بينا. اه يلا نقول مقادير الكباب الشيش. خلاص عرفنا القطعيه بتاعتها بناخدها منين، اهي متقطعه مكعبات، وهنعملها الشيش بتاعنا. طيب يلا بينا. هحتاج ايه؟ عايزه بقى العصيان يا سعيد بعد اذنك. عايزه ايه؟ كوبايه ميه بصل، كوبايه ميه بصل. خلاص هحتاج كوبايه ميه طماطم. طيب ملح وفلفل اسود، جوزة الطيب، دبس الرمان، هريسة شطة، وكمان عايزة معلقة كبيرة صلصة، وزيت زيتون، وكمان عايزة ليمون وعسل اسود، وعايزة بقى يا سلام لما نشوي جنبها شوية فلفل وطماطم وبصل، يا سلام يا سلام. ممكن نحط الشيش كده بس يا جماعة ونشويه، بس حلاوته كمان لما نحط له شويه حاجات زي ما بقول لكم، عباره عن ايه فلفل الوان وبصل وطماطم متقطعين تقطيع الشيش زي ما احنا عاملين كده. خلاص، وطبعا عصيان الشيش ايه جنبي. تاني التتبيله عباره عن ايه؟ كوبايه ميه بصل، كوبايه ميه طماطم، ملح، فلفل اسود، جوزه الطيب، دبس الرمان، خلاص، وكمان هريسه شطه، معلقه كبيره صلصه، معلقه كبيره عسل، سوري معلقه كبيره زيت زيتون، معلقه كبيره عسل، وليمون وخل اساسي معايا في الوصفات هنا، وطبعا ايه الحاجات اللي بنحب نشويها، وطبعا بصل وفلفل الوان وطماطم متقطعه تقطيع الشيش زي مكعبات اللحمه علشان نحطها معانا ونتبسط بيها جدا. ابص على الرز بس، بصوا بيبقبق كده وخطير اهو، بديله تقليبه واحده تمام، ولونه حلو قوي، هيطلع لونه معايا خطير اهو، شايفين. طيب تعالوا نشوف كمان الكفته بتاعتنا. الله، لا ثانيه واحده، بصوا عامله ازاي، حلوه قوي اهي، شايفين تحفه وماسكه ويتجنن.
تمام، هسيبها برضو تكمل سوا ويلا بينا. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ تعالوا بقى نعمل الشيش بتاعنا. يلا اهو هنتبل طبعا الاول اللحمه بتاعتنا زي ما اتفقنا بناخدها منين وعرفنا بناخدها منين خلاص، ودي احسن قطعيه للشوي. تمام، ونتبل ايه اللحمه، نجيب بوله يلا بقى ناخد نتبل الشيش بتاعنا، حتة اللحمة المناسبة جدا للشوي بتاعتنا اهي، ونحط عليها، حطيت مية البصل والطماطم، دبس الرمان وليمون. طبعا الشيش اللحم يختلف عن شيش الفراخ، صلصة، هريسة شطة، ماشي، وكمان معلقة عسل اسود الاتنين. مش هتسكر معانا، هتسكر عشان انتوا اللي عاملينها وطبعا ايه الملح بتاعنا اهو، والفلفل اسود. طبعا طبعا يفضل جدا ان نعمل الحركات دي كلها واسيبها بقى شويه، بس اقلب بس. الله، طبعا يفضل نعمل الحركات دي واسيبها، اسيبها في التتبيله ايه كده مش اقل من 4 ساعات. يا سلام، هتبقى حاجه يعني خطيره، وهتاخد الطعم ايه بقى وريحه الشوي وتجنن. عايزه اقول لكم ان هي بتبقى حلوه قوي حتى لو عملتوها على طول، علشان التتبيله مميزه. خلاص اهي، تمام. طيب يلا بقى نعمل عصيان الشيش بتاعتنا علشان نشوي. يلا بينا. مين بقى في البيت عندكم لازم هو اللي يقف على الشوايه بقى؟ قولولي كده واكتبولي مين اساسي لازم كده هو اللي يشوي، ما يسمحش لحد تاني هو يعني حد ياخد مكانه في الشوي. بصوا لو عندنا حته كبيره كده اهي اهي، مثلا لو عندي حته كبيره كده اهي، هعمل ايه؟ هتنيها كده وادخلها اهي، شايفين؟ وابدا بقى احط الحاجات بتاعتي، فلفل، طماطم اهو، فلفل اصفر، فلفل احمر، طماطم، ماشي، ونحط تاني. وممكن زي ما بقول لكم من غير اهي، من غير ما احط اصلا خضار، ممكن جدا طبعا، وتقدمي الشيش على طول طبعا، ممكن قوي. هتقولي دي غلبه يا ستي، شيل الخضار، بس الخضار طبعا بيدي معاكي كميه وبيدي طعم كمان. ونحط حته اللحمه بتاعتنا، لازم يا جماعه ما تقطعهاش حمرا، قطعوها في حته دهن كده علشان يبقى طعمها حلو وريحتها تفحفح لما الدهن كده ينزل ايه على الفحم. تمام، ناخد بصلايه باخد، بحب اخد يا جماعه 2 عصيان شيش طاووق علشان يبقى سهل معايا كده ادخل الدنيا كلها. لا اخد واحد اخضر عشان الالوان ويمسك نفسه. وناخد اخيرا حته لحمه اهي، كمان بنقي اهي، يلا وننزل بيها على الفحم. طبعا الفحم لازم يكون معايا هادي، لو عالي ومولع اللي هيحصل هينشف لي حته اللحمه، خلوا بالكم هينشف حته اللحمه. تمام، خصوصا ان دي حته لحمه ناعمه، متاخدش وقت في التسويه. خلاص، طيب ايه رايكم عبال ما اعمل كل عصيان الشيش عندي وشيش كل اللحمه، نروح فاصل صغير نرجع لكم بسرعه، استنوني.
نسينا الهوية نعمل ايه؟ ماله كيو كارد يجنن شغال معانا. بص بقى الشيش بعد ما اترص يا جماعة النار عليه مش عالية قوي زي ما اتفقنا، العالية ده يخلي اللحمة تشد معانا وما تستويش سوا وحلو، وكمان ما تستويش اساسا هتتحرق وما تستويش. لكن بصوا كده اهو وريحتها خطيرة، ريحتها حلوة قوي قوي قوي. بصوا بتاخد لون ازاي، لون وتسوية، خلوا بالكم. بصوا بصوا وبنقلب لون وتسوية. طبعا عايزة اقول لكم الخضار معاها بيبقى تحفة، اهو لون وتسوية، ريحة اللحمة مظبوطة اهي. بصوا بصوا ونقلب ما تسهوش عليها. تعالوا بقى نعمل احلى حتة لحمة كمان تنفع في الشوي، في اللحمة الكندوز. احنا بناخد ايه من كل انواع القطعيات، من كل انواع ايه اللي احنا اللحوم يعني. ضاني عملنا اهي القطعية بتاعتها الشيش، ودلوقتي هنعمل كمان قطعية ايه الكندوز. تعالوا بقى اوريكم بس الكفتة. الله بصوا لونها عامل ازاي يا جماعة، بصوا لونها عامل ازاي اهي. حاضر ثانية واحدة، وزي ما اتفقنا كلبوش معانا اهو، شايفين صباع صباع الله شايفين عاملة ازاي، خطيرة وماسكة وتجنن وبتكمل سوا. ماشي اهو احنا لفين، انا لفيت ده بس علشان ايه يستوي معايا. لما بصوا انا بسوي كده وكده اهي، في ناس بتحب تطلعها اللون ده على فكرة، اللون ده وده كده خلاص استوت، في ناس بتحب تطلعها اللون ده، بس انا ايه هسويها لكم تسوية جامدة جدا. طيب الله على الروايح الله تعالوا بقى نقول مقادير الانتركوت هنعمله ازاي، وهنعمله ازاي في الصينية هنشويه على البوتاجاز. طيب هحتاج ايه كالعادة، كوباية مية بصل، تمام، كوباية مية طماطم، ملح وفلفل اسود، وجوزة الطيب برضو، دبس الرمان، وهريسه شطه، ومعلقه كبيره صلصه، وكمان هحتاج ايه زيت زيتون، بحب قوي يا جماعه الزيوت في التتبيلات، هحتاج خل برضو وليمون، ايه فيها شبه التانيه وليمون وعسل برضو اسود. خلاص بصوا بقى عندي انا ايد هنا وايد هنا، تعالي انت كده نحط دول هنا علشان هنا احمى نريح بقى يعني. بصوا الحتة اللي نلاقي فيها النار حامية ندخل ايه للجزء اللي معانا هنا، ونجيب ده كده اللي هو بياخد لون. شايفين انا بعمل ايه اهي، ريحتها حلوة قوي. ويا سلام زي ما بقولك لو عملتي التتبيلة دي وسبتيها ليلة كده في التلاجة. طيب هعمل ايه برضو نفس اللي عملته، بتبل اللحمة عندي، ويا سلام برضو لو تبلتيها وسبتيها، دي احلى قطعية لحمة يا جماعة للشوي، احلى قطعية الانتركوت دي خطيرة. تمام هعملها اهي في الطاسة او الصينية، مية البصل عندي، وعندي اهي الطماطم، وعندي الليمون، وبرضو دبس رمان، والعسل الاسود، وبرده رشة جوزة الطيب، وهريسة الشطة طبعا اختياري وكمان عندي الصلصة. خلاص وطبعا احط ايه الملح والفلفل الاسود كالعادة اهي، دي اساسية معايا اهي. وطبعا يا سلام يا سلام، طبعا دي بتاخدش وقت خالص خالص، دي اساسا ثواني وبتستوي، عشان كده انا اخترت ان انا بقى ما لا ادخلها فرن ولا اي حاجه، ده انا هعملها كمان على البوتاجاز. بصوا انا بديكوا بس ايه اختيارات، يعني ما تغلبيش نفسك، اللي عندك هنعمله، عندك حته شيش من عندك حته اللي فوق اسم اللي تحت اسمه ايه الفخد، حلو جدا هقطع منه الشيش، يبقى الحتة الشيش دي احنا مقطعينها منين؟ من فخد الخروف. لا انت عايزة تشوي حتة لحمة ما بتحبيش الضاني، خلاص عشان طبعا دي ايه يا جماعة اذواق، يبقى تعالي نقطع حتة انتركوت كندوس كده زي ما احنا عرفنا من الأمارية او من البيت الكلاوي اهي، حتة حلوة كده وتعالي نشويها مع بعض اهو.
عندي هنا بقى ايه يا جماعه؟ الطاسه السخنه او الصينيه سخنه جدا، سخنه جدا من غير نقطه اي حاجه. هعمل ايه؟ بصوا 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 بس كده، سخنه جدا من غير اي حاجه هتش فيها التتبيله دي بكل حاجه انا حطيتها فيها اهي. ربما اكون ما حطيتش زيت، حطيت تاني. خلاص، الله على الريحه. التتبيله دي يا جماعه هتعتمدوها هتتبسطوا بيها جدا. طبعا اختياري هرسه الشطه اكيد يعني، بس الدبس الرمان العسل الاسود عايزه اقول لكم الموضوع ده بيفرق جدا في الشوي. بس كده خلاص، وهسيبها بقى اهي على نار عاليه. هنا بقى لا، انا عايزه هنا نار عاليه الوصفه دي، انا عايزه ايه النار عاليه معايا، وهشيلها. تعالوا بقى نقدم الرز ونطلع الكفته عشان خلاص اصلا. نعم يلا. وهنا كمان بدا خلاص اهو يستوي معايا، ريحته تجنن اهي. الله، نقلب ايدينا فيه. بصوا انا هويت تهويه واحده، اوعوا تفضلوا تحموا الفحم عندكم عشان دي حاجه غلط. الكفته عندي بتقول لي انا جاهزه يا فيفا، قدميني عيوني عيوني. يلا بس ايه سخنه قوي، اركنها بس كده. تعالوا اهي، يلا بينا اهي. ادي الكفته بتاعتي الخطيره، بصوا الدهون نزلت منها ازاي، سالت ازاي، شايفين اهي، بصوا سالت ازاي وهي كلبوش. تعالوا بقى نجيب الرز بتاعنا الخطير تمام، ونبدا نرصص حاجتنا. سفره ايه؟ العيد، محتاجه طبعا ايه حاجات العيد تطلع. يلا بينا اهي. بصوا انا قلبته تقليبه واحده بس، عايزه اشوف اوريكم الرز. قلبته تقليبه واحده تمام، بس كده مجرد ما الميه تتشرب ما بقلبش. ليه؟ علشان شايفين الحاجات دي لو عايزين تشيلوها خلاص اقدر بمنتهى السهوله اشيلها اهي، شايفين؟ يبقى انا بقلب وهي لسه فيها ايه؟ بصوا مفلفل ازاي وهي لسه فيها الميه، مجرد ما يتشرب لا ما تقلبيش. شايفين خطير ازاي ومفلفل اهو؟ يلا نقدم في السرافيس بتاعتنا. الله، طبعا العود القرفة يطلع لي كده على الوش عشان نقول يا جماعة احنا مكلفين، والرز ده فيه حكاوي كتير قوي. عايزة البقدونس بقى سعيد وكده اهو. طبعا ممكن ايه اقدم الشيش هنا، وكمان اقدم شوية كفتة اللي احنا عايزينها بقى، اللي احنا عايزينه نعمله. وعود القرفة عندي هنا اهو تمام، ممكن اعمل كده وممكن اجيب واحد تاني خلاص كده. الرز الديرة صح، كفاية انا بس عايز ابين الرز خلاص. احط واحد كمان اهو كده ماشي، وده كمان عكس كده عشان يتقابلوا مع بعض. طبعا رشه الخضره بتاعتنا البقدونس الخطير لا ننساه، ما ينفعش ننساه. وده يبقى عندنا حلوه قوي. طيب تعالوا بقى كمان نقدم بقيه الكفته بتاعتنا. بصوا بس انا عايزه اوريكم، بصوا هي بتخرج يا جماعه من السيخ. بصوا معايا كده، بصوا معايا كده ماشي. الارضيه طبعا نفردها ايه بقدونس، وبصوا بصوا بقى، بصوا 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 بصوا، شايفين شايفين؟ بصوا بصوا معايا اهي بتخرج معايا ازاي اهي. محتاجه ايه؟ محتاجه شويه سلطه حاتي، موجوده كله موجود
اه سخنة قوي. كله ايه؟ موجود. واخر واحدة بس كده. وكمان رشة ايه؟ خضرة. تعالوا بقى نقلب. وده خلاص كمان معايا. تعالوا نقدمه في الطبق. يلا بينا. الله. شوية شيش يا جماعة ما حصلوش. بس كده. يعني شباب يا سيدة عايزين ايه نتخلص من. تعالوا بقى نقلب دي. ينفع ايه ندخلها الفرن؟ طبعا ينفع ندخلها الفرن. اكيد ينفع ندخلها الفرن. بس هي هنا برضو التسوية بتاعتها بتبقى خطيرة. تمام. نقلبها كده وتعالوا نقدم الحاجات. بس كده. زي ما قلت لكم ينفع ندخلها الفرن؟ طبعا ينفع ندخلها الفرن. بقول لك يا سيد فين الشوية؟ هاتها. معلش يا سيد انا غلبتك معايا. طبعا في طبعا ممكن نعمل النيفة برضو. شكرا. بصوا بقى انا هعمل ايه يا جماعة. معلش خد دي اهي. بصوا بقى انا هعمل ايه. تعالي هنا. هروح واخدة دي واستغل ايه. بصوا عايزة اقول لكم ما بتاخدش سوا خالص. بس انا هديها ايه لون اهو. بس كده. الله. عشان الوقت. وينفع طبعا ان انا اعمل كده وبعدين الجيش قال لك اتصرف وانا بتصرف اهو. بس كده. يلا براحتك بقى. اديني لون خطير. واحنا هنقدم هنا بقى السفرة بتاعتنا لحد ما هي تدينا اللون الحلو. يلا بينا. ادي الخضار بتاعي. اشيل الحاجات دي كلها. واقول اهو الكفتة. وكمان عندي الشيش بتاعي. اهي. وعندي الطبق ده طبعا لو عايزين نعمل سلطة. وعندي سلطة بتاعت الحاتي. معلش ننزل بمقادير سلطة الحاتي علشان يعرفوا ان هي مختلفة عن اي سلطة تانية. شكرا شكرا. ادي سلطة الحاتي. وطبعا عندي هنا العيش والطحينة علشان سفرتك الجميلة تكمل. حاضر 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 حاضر. خلاص. تعالوا نشوف اللحمة بتاعتنا اهي. الله. ايه ده؟ ايه الحلاوة دي؟ بصوا بقى اخدت لون على طول معايا ازاي. اهو. الله الله الله. وبرضو النار تبقى هادية. اهي هنا بقى في الشوية لازم النار هادية. لكن لو هنعملها على البوتاجاز لازم النار عالية. اهي. خلاص. تعالوا نجيب طبق لتقديم. اوكي. نفرشه برضو خضرة عشان نقدم ايه. طبعا بقدونس اساسي ورئيسي مع المشويات. يعني دي حاجة ما فيهاش كلام. وطبعا ايه العيش الخطير بتاعنا. كل سنة كلنا طيبين. وعيد مبارك يا رب علينا كلنا. يا رب كل ايامنا كده اعياد وكلنا فرحانين والخير في بيوتنا. ودايما عمران بالخير والبركة كله. ودايما كل السفر كده قاعدة في محبة ومستنيين بعض.
ومستنيين العيد عشان نتلم فيه والصحاب والقرايب والعائلات، كلنا بنبقى مستنيين الايام دي يا جماعه علشان نتجمع فيها. تعالوا بقى خلاص نقدم اللحمه الخطيره دي. بصوا انا بحب ايه السوا ده بتاعها، بس طبعا انتوا ممكن ايه تدوسوا عليها شويه، بس سواها كده يا جماعه بيكون حلو قوي ولونه خطير من جوه، لونها روزي. وهي كمان اصلا رقيقه، هي مش تخينه علشان اسيبها فتره كبيره هلاقيها نشفت معايا. بس كده، معلش يا سعيد عايزين نشيل دي كمان. وادي السفره، وادي سفره المشويات اللي عملنا منها اختراعات وما سبناش حته ايه لحمايه مش عارفين نحطها فين، قطعيه مش عارفين نستغلها ازاي، كل حاجه استغليناها وطلعنا منها. واللي بيحب الضاني عملنا له وصفات بالضاني، واللي بيحب الكندوز عملنا له وصفات بالكندوز. في حاجات طبعا عملناها ميكس زي كفته الحاتي. كل سنه وكلنا طيبين يا رب. طبعا رغيف العيش الحلو الطازه اللي احنا عملناه مع بعض اهو، ماشي نعمل كده بقى. شايفين الساندوتش ده بقى صاروخ، عارفين انتوا الصاروخ، ونحط الاثنين كده. مين بقى بياكل بالطريقه دي؟ ونروح جايبين سلطه ونروح ايه حاطينها هنا، شايفين؟ ودي سلطه الحيط الخطيره، جربوها بالمقادير دي هتلاقوها فعلا زي السلطه وريحتها. ونروح جايبين، واخدين بالكم اهو اهو. وطبعا ايه الطحينه مش مستحمله الطحينه، ونروح حاطين عليها، وده يبقى ساندويتش العملاق بتاعنا اهي. ونعمل كده بقى، والف هنا وشفا على قلوبكم. كل سنه وكلنا طيبين، يا رب دايما متجمعين في كل عيد. عيد اضحى مبارك عليكم كلكم يا رب، وعلينا كلنا وعلى مصرنا الحبيبه والعالم العربي الاسلامي كله بخير. ويا رب الحلقه تكون عجبتكم النهارده، بحبكم جدا، اشوفكم بكره ان شاء الله من 1-2 على قناه ناتين تي في، وكمان الاعاده الساعه 7 صباحا. بحبكم قوي، باي باي.